بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزلنا مع شرحات برنامج على لينكس. اليوم سوف نتعرف على طريقة إنشاء أو تصميم فرشاة خاصة ببرنامج جيم. لدينا فرشاة أو على برنامج جيم لدينا فرشاة باللون الأسود والأبيض، ولدينا فرشاة أو فرشاة غير قابلة للتلوين. الفرشاة التي هي باللون الأسود والأبيض تعتبر فرشاة قابلة للتلوين. نذهب نفتح برنامج، مثلا أفتح تطبيق جديد، يفتح لدينا تطبيق جديد، نختار فرشاة وهي فرشاة باللون الأبيض والأسود. نقوم بتكبير الحجم، نختار الفرشاة أولا ثم تكبير الحجم. بعد تكبير الحجم نرى أن اللون الخاص بالفرشاة أو نوع الفرشاة هو أسود. نقوم بتغيير اللون ثم نشاهد أن اللون تغير. هذا أو هذه الفرشاة أو هذا النوع من الفرشاة يسمى النوع الذي هو أسود وهو فرشاة قابلة للتلوين.